شكرا لكم كاملين. شكرا ديال خليو يوسف صافي هذا خلينا نمشيو كلمه احنا مازالين في الباب الحال باش نتلاقاو ثاني نرجعوا. كلمه صغيره فقط الله يخليك سي شوفير، هاك انا غير كلمه الناس اللي كانوا ضامنين معاك. كنشكرهم كلهم اللي ضامنوا معايا. الحمد لله على السلامه. تنشكر صاحب الجلالة على العفو الكريم، وتنتمنى أسفي واعتذاري كذلك. تضرر من هذا الملف من قريب أو بعيد، وأشكر عائلتي وفي مقدمتهم زوجتي والأطفال والهيئة المحامين، وأتمنى أن نعيش جميعا في مغرب في كان في الحرية وتحت سقف القانون. وشكرا. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.